بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قرآنی دعائیں. تمام قرآن کریم میں موجود دعاؤں کو جمع کر دیا ہے. ان سب دعاؤں کو یاد کریں اور دوسروں کو بھی بھیجیں. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. Thanks for your watching. Please like, share, subscribe.